مساء الخير لكم جميعا. بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد له المجد الدائم للآمين. اسمحوا لي قبل ما الدكتور ممدوح يتكلم انا اخذ معاكم بس 5 دقائق نتامل بسرعه في انجيل عشيه النهارده، لانه جميل حقيقي جدا وبينطبق على الوضع اللي احنا فيه النهارده. يقول كده المزمور، مزمور العشيه، يقول: اصبر للرب وتقوى وليتشدد قلبك وانتظر الرب، وأنا أؤمن أن أعاين خيرات الرب في أرض الأحياء. والإنجيل من معلمنا ماري لوقا البشير يقول: ثم قال لتلاميذه: من أجل ذلك أقول لكم، لا تهتموا لنفوسكم ماذا تأكلون، ولا لأجسادكم ماذا تلبسون، لأن النفس أفضل من الطعام والجسد أفضل من اللباس. تأمل الغربان، إنها لا تزرع ولا تحصد ولا مخادع لها ولا أهراء، والله يعولها، فكم بالحري أنتم تفضلون الطيور. ومن منكم إذا اهتم يقدر أن يزيد على قامته ذراعا؟ فإن كنتم لا تقدرون على صغيرة فلم تهتموا بالباقي. تأملوا الزهر كيف ينمو وهو لا يتعب ولا يعمل. أقول لكم حتى أنه سليمان في كل مجده ما لبس كواحدة منها. فإن كان العشب يوجد اليوم في الحقل ويطرح غدا في التنور يلبسه الله هكذا، فكيف بالأحرى أنتم يا قليلي الإيمان؟ فلا تطلبوا ما تأكلون أو ما تشربون، ولا تهتموا، لأن هذه جميعها تطلبها أمم العالم، وأما أنتم فأبوكم يعلم أنكم تحتاجون إلى هذه، لكن اطلبوا ملكوته وهذه جميعها تزهد لكم. يعني مش ممكن يكون حقيقي كلام مناسب للوضع اللي احنا فيه حاليا اكتر من كده. وكأن ربنا عارف بالضبط احتياجنا وقلق نفوسنا، ان احنا يا ترى في مننا كتير حقيقي اضير من موضوع الكورونا فيروس دي، وفي مننا قاعد في البيوت، في مننا فقد شغله، وفي مننا موجود في شغله لكن ما فيش إيراد، ويا ترى هنعمل ايه؟ ويا ترى، انما ربنا بيدينا درس عجيب قوي، يقول: لا تهتموا بما تاكلون ولا تشربون، لان الامم كلها يطلب، وربنا يعلم ما نطلبه، ولكن اطلبوا اولا ملكوت الله وبره وهذه كلها تزاد لكم. والسيد المسيح من الجمال بتاعه يقول لنا: طب بصوا على الغربان. يقول كده المزمور 147، يقول: المعطي فراخ الغربان طعامها. وفي دي درس عجيب قوي للناس اللي بيعرفوا المملكة الحيوانية، ازاي انه لما الغربان بتفرخ والبيضة بتفقس، الغراب الصغير الجديد لونه ابيض والغراب الكبير لونه اسود، فبيبص على الغربان الصغيره دي وبيبص لايه لو لونها مختلف عنه، فبيعتبر ان دي مش بتاعته فبيسيبها ويمشي. وطبعا الغربان الصغيره دي اللي لسه فاقسه جديد ملهاش مأوى، ملهاش ام تاكلها، فبيبتدوا يصرخوا. هنا الجمال بقى، انهم ابتدوا يصرخوا. بيصرخوا لمين؟ هم بيصرخوا من الجوع، انما بيصرخوا في الحقيقه لربنا. وربنا في كل محبته يرتب انه لما يفتح بقه الغراب الصغير ده، في ماده بتطلع فولاتايل اويل، بتطلع ماده ليها رائحه عطره، بتجذب الحشرات ليها، والماده دي لزجه، فاول ما تيجي الحشرات والغراب ده فاتح بقه عشان بيصوت، تروح لازقه في الماده اللي في بقه فيروح واكلها الغراب. وربنا في كل محبته بيدي لهذه الغربان الصغيره طعامها، فبيقول: الن يطعمنا نحن ايضا يا ضعفاء الايمان. علشان كده احنا نخلي احبائنا رجاء على ربنا، نخلي رجائنا ان احنا لينا توبه ولينا حياه صالحه مع ربنا، ونقول له فعلا يا أبي السماوي، لأنه ما فيش أب بيسيب ابنه. يقول كده: إذا كان الأب صالح
الابن الاب البشري. اذا كان الاب البشري صالح وما يقدرش يسيب ابنه، فكم وكم رب الصلاح نفسه الذي خلقنا ويقول مسراتي مع بني ادم. ازاي ربنا الكامل الصلاح يسيبنا في هذه الاوقات الصعبه ان كان هو سمح بها، ولكن ايضا هو سوف يعتني بنا. وده درس جميل لنا النهارده، ان احنا نقدر نبص على رحمه ربنا وعلى نعمه ربنا لينا. في ناس كتير زي ما بقول لكم اضيرت من موضوع كورونا فيروس ده، ولكن بس انا عاوزكم تسالوا، لانه في ناس طبعا مستاجره بيوت، وفي ناس مش هتقدر تدفع الرنت بتاعها، مش هتقدر ترفع المورجج بتاعها. بس خدوا بالكم احبائي انه الحكومه دبرت كل هذه المسائل. الناس اللي مش هتقدر تدفع ايجارها لازم تسال، لانه احتمال كبير انه الحكومه بتضغط على بتوع الابارتمنتس ان هم يسمحوا للناس انها ما تدفعش ايجار وتؤجله. الناس اللي عندها مورجج برضو الحكومه بتضغط على البنوك انها تاجل دفع المورجج. ففي حاجات كتير ربنا سمح، وان كان سمح بهذا الفيروس او سمح لنا بهذه التجربه، ايضا بنعمته ومحبته اعطانا منفذ بالرحمه في قلوب الرؤساء الاقوياء. فربنا يدينا النعمه واحنا ما نقلقش، وربنا دايما موجود، وربنا شيلنا على أجنحة النسور. وربنا يعني لما نتأمل في بني إسرائيل وهم خارجين من البرية وقعدوا 40 سنة في البرية، وربنا كان كل يوم بيأكلهم المن ويقول لهم ثيابكم لم تهرق، جزمكم لم تهرق، رجليكم لم تورم. يعني ربنا كان شايلهم، وربنا برضو في نفس هذه البرية القحلة اللي احنا عايشين فيها بكل الظروف الصعبة اللي بتواجهنا النهاردة، بس نعرف كويس قوي ان ربنا شايلنا. فقط احنا محتاجين ان احنا نعمل حاجة واحدة، ان احنا نصرخ لربنا ونطلب زي ما بيقول السيد المسيح هنا: ملكوت الله وبره، يا رب اجعلني ابنك، يا رب توبني فأتوب، يا رب اجذبني وراءك فأجري. هو ده اللي عاوزه مني ربنا، والباقي كله هو بيفرشه. ربنا يدينا النعمة أحبائي علشان ما نقدر نحتمل التجربة، وربنا يعطينا معها منفذ. دلوقتي هسيبكم الدكتور ممدوح يتكلم على إزاي نتعامل مع التين ايجرز، مع الشباب في السن الصعب. أبو الابن وروح القدس الله واحد، امين. انا كنت عايز ابدا النهارده ان اشكر ابونا واشكر كينجز باور كارلوس ان هم ادوني الفرصه ان انا اكون معاكم النهارده. طبعا احنا الوقت دوت بالنسبه لنا كتير صعب، ويعني طبعا كشغلتي كدكتور نفساني بنتعامل مع حاجات كتير دي قوي. بس انا دايما برجع، واللي انا شفته مع الناس اللي انا شغال معاها وكده في المستشفى،
ان هنرجع لربنا. حتى السي دي سي نفسهم لما نزلوا على حاجه اللي هم يعني بيدوا النصايح ازاي ان احنا نتعامل في الوقت الصعب ده، ان احنا الصلاه كان بالنسبه لهم كان حاجه من الحاجات اللي الناس اللي كانت بتصلي كان اقل فرصه ليهم ان هم كان يجي لهم الكورونا، فده حاجه عظيمه جدا. ترنيمه حلوه قوي بتجيلي في دماغي دلوقتي واحنا يعني في الوقت دوت، ان ايه ما تقعدش الهم وما تخافش لان ربنا موجود. النهارده ان شاء الله انا هكلمكم على موضوع المراهقين وازاي احنا نتعامل مع المراهقين. انا قبل ما ابدا، اولا كنت عايز اشكر طبعا الكنيسه، اشكر ابونا اثناسيوس، ابونا سمويل، وعايز اشكر برضو الدكتور سمير. طبعا اشكر بابا وماما اللي هم يعني تعبوا عشان يربوني، وهما اكيد هتكلم عليهم النهارده لان تعبوا معايا كتير قوي في موضوع لما انا كنت مراهق، انا كنت صعب يعني وانا صغير. حاجه تانية برضو عايز اشكر اخويا مدحت، وعايز اقول له مبروك جدا يا مدحت على الفرصه الحلوه ديت ان انت اتقبلت في الراديولوجي، واحنا فرحانين بيك جدا وان شاء الله تخدم في الكنيسه. وبرضو مش اخيرا بس اشكر برضو خطيبتي مريان اللي هي سهرانه في مصر دلوقتي عشان تسمع الكلام. النهارده احنا دلوقتي هنقسم الموضوع، هنتكلم في نقط مهمين عاملين عايزين نفهمهم، عشان احنا لو مش فاهمين المراهقين يبقى احنا يعتبر ما عملناش حاجه والموضوع يبقى يعني ملوش اي لازمه. تاني حاجه عايزين نتكلم عن السلوك الطبيعي والسلوك اللي هو غير طبيعي في الموضوع دوت. فهو دلوقتي الواحد لازم يعرف مثلا ان في مثلا مراهقين لما يعملوا حاجات معينه احنا مش عارفين اذا كان ده طبيعي ولا لا، فعشان كده احنا هناخد الفرصه ان احنا نتعلم على ده. والنقطه الثالثه ان شاء الله اللي هنيجي عليها احنا نتكلم ايه المشاكل اللي بيمروا بيها المراهقين. بعد كده هنوصل للنقطه الرابعه ان احنا نتكلم على مخ المراهقين وهل مخ المراهقين مختلف ولا لا، وان شاء الله هنهي الكلمه بعشر نصايح للاهالي ازاي يتعاملوا مع المراهقين. احنا نبدا الاول ناخد فكرة ايه مين دول المراهقين، لان هم بيعيشوا معانا كل يوم. المراهقين تقريبا بتاع 36 ل 40 مليون في امريكا دوت، يعني لو عايز نعرف في كم واحد منهم بيمشي في الشارع. يعني كلمة المراهقين او الادوليسنس، الكلمة بالانجليزي كلمة ادوليسنس ان هم داخلين الادلتهود، يبقى هو كده في زي ترانزيشن من زي children into adulthood، فدوت حاجة مهمة. فدوت بيحصل تقريبا في السن من 11 إلى 19 سنة. طيب سن المراهقين ده بيحصل فيه حاجات تغيرات كتيرة قوي. التغيرات ديت بتبقى في الجسم، التغيرات ديت بتبقى في المخ، مخ نفسه هنتكلم شوية على ديت بعدين. تغيرات جسمانية في الجسم، الولد شكله بيتغير والبنت بتبدأ شكلها يتغير، وتغيرات اجتماعية وتغيرات نفسية. دوت بيبقى زي فرصة للمراهق انه يتعلم ازاي انه يبدأ يتعامل مع المجتمع اللي هو فيه. هو صغير طبيعي انه بابا ومامته كانوا ايه كل حاجة، بابا ماما انا اعمل ايه، بابا ماما انا اعمل ايه، فكان دايما بابا وماما هم ايه اللي بيدوا له النصايح ازاي يتعامل مع اللي حواليه. بس دلوقتي هو دلوقتي دخل مرحلة دي صعبة عليه هو وعلى الأهل، مرحلة صعبة على الأهل وعلى الولد دوت. وأنا عايز أخد نقطة قبل ما أكمل الكلمة، إن بالذات صعبة على حبايبنا اللي جايين من مصر، وبالذات اللي لسه جايين قريب. يعني تخيلوا دلوقتي هم في زي ما قلنا ترانزيشن أو في تغيير فيهم. طب تخيلوا بقى التغيير اللي بيحصل برضو مع الشخص اللي هو ايه لسه بيتعامل مع كلتشر تانية، بيتعامل مع مجتمع تاني هو ما يعرفش المجتمع ده ايه الصح وايه الغلط، وممكن يبقى متلخبط. يعني انا جيت هنا امريكا وانا عندي 12 سنة، بصراحة كان وقت صعب جدا علي. انت تسألوا بابا وماما عندي غير طبعا تماما اللي هو انا كنت عندي اي حاجة يقولوها اقول لهم لأ، عايز اسهر، عايز اخرج بالليل، مش عايزهم يجي ياخدوني من المدرسه، مش عايز ان هم يعني يحسوا، مش عايز احس ان هم
بيقولوا لي أي حاجة عليا، فدوت كان يعني جزء من اللي أنا مريت بيه. فدوت حاجة مهمة جدا في الكلمة ديت، إن إحنا نكون واخدين بالنا من النقطة ديت، إن أولادنا بيمروا بمرحلة صعبة جدا، والمرحلة ديت لازم نكون إحنا كأهل أكتر ناس نراعيهم في الحتة ديت، لازم نراعيهم، لأن لو إحنا مش بنراعي أولادنا في حد تاني هيراعيه، في حد تاني إيه هيراعيه، واللي هيراعيه ده حاجة مش كويسة ساعات بتحصل، بيلجأوا لحاجات كتيرة غلط، لأن هو دوت سن فيه زي ما قلت الواحد بيحاول يكون فيه شخصيته، بيحاول يعرف إزاي هو مختلف عن الآخرين وإزاي هو يقدر يثبت شخصيته. أنا عايز أخد برضو النقطة ديت وأتكلم إن السن دوت سن عظيم جدا. هتقولي إزاي ده، إحنا عيالنا مطلعين عينينا إزاي سن كويس. السن دوت فيه ناس كتير قوي من العلماء، من الموسيقى اللي عملوا مزيكا وعملوا حاجات كتير عظيمة. لو أنتوا أكشلي تسمعوا في ويب سايت اتعمل في واحد عنده 15 سنة لسه هو عامله في ديسمبر، كان بيتنبأ أو كان عارف إن اللي هيحصل حياة الكورونا، فكان في الولد دوت كان عمل يعمل ويب سايت يجمع كل المعلومات كل الحالات اللي في العالم كله، ولدرجة إن الويب سايت دوت بقى كل الناس نشرة الأخبار وكل الناس بيروحوا له وبيلجأوا للويب سايت دوت عشان إيه، ياخدوا منه آخر معلومات، لأن هو عارف يعمل حاجة على الكمبيوتر بطريقة إن هو يقدر يجمع المعلومات دي. الولد كان عنده كم سنة قلت؟ 15 سنة، لدرجة إن الأخبار إيه أخدوه وعملوا له انترفيو وقالوا له إزاي أنت كان دماغك كده وإزاي فكرت في حاجة زي كده. فدي نقطة إن إحنا ناخد بالنا إن أولادنا عندهم البوتنشال إن هم ينجحوا ويعملوا حاجات عظيمة جدا، وعندهم البوتنشال إن هم برضو يبقى العكس. فإحنا هنتكلم دلوقتي على النقطة التانية. يبقى إحنا النقطة الأولى إحنا اتكلمنا عليها مين هم التينيجرز، النقطة التانية اللي إحنا بنعدي عليها دلوقتي إيه هو السلوك النورمال أو الطبيعي والسلوك الاب نورمال لاولادنا، عشان نبقى ايه واخدين فكره في الحته دي. السلوك النورمال واحد منهم ان المود بتاعهم بيتغير، بنسميه مودي. دي حاجه يعني احنا يعني اكيد لو عندنا اولاد او احنا لو نفتكر احنا كنا واحنا صغيرين، النهارده انا مبسوط كمان ساعه ساعتين دكتور سمير بعت لي تكست عقد عليا انا متضايق. دكتور سمير لا طبعا عمره ما بيعمل كده معايا، بس يعني دي فكرة ان المود بتاعه ممكن يتغير في ثواني، يتغير في ثواني. فالواحد يقول ايه يا ابني، مش انت كنت يا ابني من ساعة كنت كويس، في ايه الحكاية، ايه اللي خليك تقلب المود بتاعك؟ ففي اهالي ممكن يقول لك ايه ابني باي بولر، الكلمة دي غلط، محدش يستخدم الكلمة دي على اولاده، باي بولر ده مش صحيح، ده مرض صعب جدا واحنا ممكن نتكلم فيه مرة تانية. دوت حاجة طبيعية، فاحنا قلنا ايه تغيير في المود. ايه اللي مش طبيعي؟ ان هو تغيير في المود ويبدا ايه يشرب الكحول او يستخدم مخدرات، دوت عكس، ده مش طبيعي، ده مش صح، ما ينفعش الواحد هو السن ده ممكن نتكلم ان هو ممكن يجربوا حاجات، بس احنا طبعا بنشجع لا، واحنا لازم نحاول ان احنا ما يوصلوش للنقطه دي خالص، لان هم لو وصلوا ممكن ايه ما نلحقهمش. حاجه تانية ان هم ما عندهمش طبيعي، ده دلوقتي طبيعي، نقطة تانية هنتكلم على الطبيعي بعد كده هرجع اكلمكم على المش طبيعي. مش طبيعي طبيعي ان ما يكونش فيهم حنان بينه وبين اهله، طبيعي هو بيبقى ايه عايز ايه يثبت شخصيته، عايز يثبت نفسه، ففي الوقت دوت ايه انا مش بحبك او يعني مش حكيت مش عايز اديك اي لاف يو الكلام دوت، ما يعني ما تقوش اكسبكتنج ان هم هيقولوا الكلام ده ليكم، لان اللي بيحصل الاهالي ساعات كتير قوي قوي قوي، وانا كنت بفتكر يعني معلش ماما وبابا بس ساعات بيعملوا معايا كده، ان هم يقولوا لي ايه ايه ده يا ابني انت ليه مش بتعمل كده، فتحسسهم بايه بالجلد، جلد. فالجلد دوت مش كويس للاولاد. فاحنا لو عرفنا ان هو ساعات طبيعي ممكن الولد ما او البنت ما تديناش الحنان المفروض يديهولنا، ما ينفعش ان احنا نكون هم السورس بتاع ده في حياتنا. ايه اللي بقى مش طبيعي؟ ان يكون الجنس بالنسبه له ويتكلم فيه بطريقه يعني غير عاديه، وان هو يبقى عاوز ينام مع كل بنات الدنيا والكلام دوت، او العكس للبنت، لان برضو بيحصل مع البنات، دوت مش طبيعي. بس طبيعي ان الهرمونات في الوقت ده بيتغير، في الوقت دوت
الولد تقريبا ممكن بيفكر في الجنس تقريبا كل 3 ثواني. الابحاث بتعمل كده. هل ده غلط؟ مش غلط، ربنا خلق ده غريزه فينا، بس لو هو بيفكر فيها احنا بنعلمه ازاي ان هو ايه يستخدم، يعني نعمل تشانلنج للانرجي ديت ان هي ايه ما تبقاش في الوقت الغلط. وطبعا ايه يعني بالصلوات بالكنيسه وحاجات زي كده بنتعلم. بعد ما الهرمونات بتبقى ستيبل الحاجات دي يعني بتتعدل. يعني الطبيعي دلوقتي ان هو يكون influenced باللي حواليه، اصحابه رقم واحد، رقم واحد اصحابه هم رقم واحد. طب دي حاجه تضايق. طيب ما احنا ربناك يا ابني، احنا تعبنا فيك عشان توصل للوقت اللي انت فيه ده، انت ايه اهلك خلاص كده؟ هو بقى دلوقتي كان في دكتور عالم كتير يعني قال ادى كلمه حلوه في النقطه ديت، وكان بيقول ايه ان ده حاجه طبيعيه. ادي واحد. اتنين، دي حاجه كويسه. ليه؟ لان انت عاوز دلوقتي حاجه كويسه طبعا، بس ممكن تبقى تقلب مش كويسه، بس هنتكلم في المزايا دلوقتي بان هو بيبدا ازاي يعرف يتعامل مع اللي حواليه. ليه؟ لان هو لازم يتعلم ان هو يشتغل مع الناس ديت في يوم من الايام. يعني هو مش هيفضل قاعد في بيت اهله طول حياته، فهيبقى في حاجه اسمها اندبندنس. الاندبندنس ده بيجي جزء منه ان هو يعرف مين حواليه كويس ومين حواليه مش كويس علشان يعرف يتعامل. فدوت جزء من النورمال ديفلوبمنت او يعني ايه النضوج الطبيعي. ايه بقى مش طبيعي؟ لو هنتكلم عن نقطه تانية، انه يسرق او يكذب، ده مش طبيعي ومش مش حاجه نورمال في البيهيفيرز ديت، المفروض ما تحصلش كتير. انا كلمتكم قلت لكم على نقطه ان هو الولد والبنت ممكن برضو يفكروا في حكايه الجنس، وده حاجه يعني طبيعيه زي ما قلت، دي غريزه فينا، فما ينفعش ان احنا نقول حرام. لا ما ينفعش. هو بتيجي ممكن لو الفكره اوكي، بس لو طبعا بدات تزيد او في حاجه مش مظبوطه، المفروض ان احنا نبدا نسال يا اما حد اكسبرت في الحته دي او نسال ابونا عشان ناخد خبرته. حاجه ثانيه ان هو ايه يكون كل العالم بيلف حواليه، كل العالم revolve around him. لانه هو يعني ده بالكويس وبالوحش. في اوقات يقول لك ايه انا ما فيش زي، انا يعني ايه هكسر الدنيا وممكن اسوق 200 miles per hour وممكن اعمل اخلق حاجات ما اتخلقتش. دي بتيجي وقت ده، او العكس انه يحسس ان ايه كل الناس بتبص عليه، في ايه انتوا ليه مركزين فيا، مركزين عليا ليه؟ فاحنا لو احنا فهمنا النقطه ديت هنعرف ان ليه اولادنا ساعات مش عاوزيننا ايه نبص عليهم. يعني مثلا ساعات ماما كان اخويا في السن ده مثلا تقول يعني عايز ابص عليك يا حبيبي، اخويا مدحت مثلا، فتقول له ماما ما تبصيش عليا، ماما ما تبصيش عليا، لانه حاسس ايه ان ايه سيلف كونشس، حاسس ان في حد كده مركز معاه وهو اساسا مش حابب نفسه مثلا في الوقت ده. مش بتكلم عن مدحت بس، بتكلم عن عامه تانية. ايه مش طبيعي؟ ان الواحد يضرب نفسه او يعور نفسه او يعمل زي بنقول سيلف هارم. ده مش طبيعي، مش بيهيفير صحيحه. بتحصل كتير في التينيجرز، بس حاجه زي كده تبقى alarming. ان واحد مثلا ساعات بيجيبوا مثلا حاجه بيقطعوا نفسهم، مش شرط عشان عايزين يموتوا نفسهم، بس دوت مش بيهيفير طبيعيه. طيب احنا برضو ده حاجه احنا كنا عايزين، يبقى احنا مرينا دلوقتي بالنقطه الاولى اللي هم ايه مين هم المراهقين. النقطه الثانيه احنا اتكلمنا على ازاي البيهيفيرز النورمال والنوت نورمال. دلوقتي هنتكلم عن مشاكل. النقطه الثالثه مشاكل المراهقين بيعدوا بيها. ايه جزء من المشاكل اللي المراهقين بيعدوا عليها؟ انا هقولها بالانجليزي واحاول اترجمها بالعربي، معلش سامحوني انا العربي بتاعي على قد، زي ما قلت لكم جيت وانا عندي 12 سنه، بس يعني هحاول معاكم. واحده peer pressure، وطبعا ساعدوني انتوا بقى معايا. peer pressure، تاني حاجه bullying، ثالث حاجه drugs. دي حاجات المشاكل اللي هم ايه بيعدوا بيها. alcohol، sex and teen pregnancy، واخر حاجه وان شاء الله يعني يا رب نبعد عنها depression. احنا دلوقتي هنتكلم عن peer pressure او اللي هو يعني متاثرين بالناس اللي حواليهم، لان في زي ضغط حواليهم من الناس اللي حواليهم.
دوت بيجي طبعا في السن دوت بالذات على سن كده 13 سنه تحس ان اي حد هيقوله حواليه تمام يلا نشرب شيشه يلا نشرب شيشه. طب يا بابا انت فكرت ايه شيشه دي؟ تعرف ايه شيشه؟ لا. طب انت هتجربها ليه؟ ماما عشان اصحابي بيشربوا. يعني اصحابك بيشربوا يبقى هو ده طبيعي، يبقى هو ده الصح، يبقى هو بالنسبه له النموذج الاعلى هو اصحابه مش اهله، وساعات مش الكنيسه. وطبعا من الضغوط ديت بتيجي ان هما ممكن يعملوا حاجات المفروض ما يعملوهاش. هنتكلم طبعا زي ما قلت لكم، انا مش بديكم بس بعقد لكم الدنيا، هكلمكم في الاخر ازاي ان احنا نتعامل مع الـ مع, مع البيهيفيرز دي. طب دلوقتي ممدوح انت، طب ليه طيب هما بيعملوا كده؟ خلي بالكم هنرجع للنقطه الثانيه، هما عاوزين to fit in. I want to fit in. انا عاوز ما كنتش انا مختلف عن غيري، صح؟ يعني تخيلي دلوقتي يعني نتكلم احنا، وده مثل بنسمعه كتير، ان دلوقتي مثلا لو في خناقه بتحصل مثلا وناس كلها متجمعه، انت عاوز تبقى في اي مكان؟ عاوز تبقى مع اللي بتتضرب، ولا عاوز ان انت تكون بتعرف تدافع عن نفسك؟ فانت عشان تعرف تدافع عن نفسك لازم تكون مع المجموعه اللي هتدافع عنك، اللي ما هتموت. فده هي حاجه evolutionary، ان احنا اتعلمنا ان احنا لازم نكون مع الناس اللي حوالينا، الناس المجتمع اللي حواليا مهم. عشان كده في وقت الكورونا دوت الدبريشن ليه عمال يزيد؟ لان الناس حاسه ان هي مش متصله بالاخرين، مش متصله بالاخرين. المفروض الاتصال طبعا رقم واحد بالله ربنا، بس الناس في وقت ده ساعات ايمانها بيضعف، فبتحس ان هي ما عندهاش اتصال، ما عندهاش اتصال بالله، ما عندهاش اتصال باصحابها، ما عندهاش اتصال باي حاجه، فالدنيا ممكن تبدا تتعقد. فده اكتر واصعب لي اولادنا. النقطه الثانيه من الحاجات اللي بيعدي بيها التينيجرز اللي هي مشاكل ليهم البولينج. انا كنت مش عارف ايه البولينج، فكلمت بابا في التليفون قلت له يعني ايه بالعربي؟ قال التسلط. كلمه التسلط دوت مشكله بالذات عندنا هنا في امريكا اكتر من مصر، اكيد بتحصل في مصر برضه انا ما اعرفش، بس اللي انا اعرفه ان ديت مشكله لدرجه ان احنا الناس اللي في المدرسه لازم يتاكدوا ان حاجه زي كده ما تحصلش. فممكن تحصل بسبب بسيط جدا، ان الولد يكون شعره اسود وكل المجموعه اللي حواليه هو ايه شعرهم يعني اصفر الشقر. فانا مثلا انا كنت فاكر انا وانا عندي مثلا 14 سنه انا كنت في ولايه اسمها اوهايو، وفي الولايه ديت كان ما كانش فيها ناس مصريين كتير، ما فيهاش ناس اكشلي من جنسيات مختلفه، وانا كنت الوحيد اللي تقريبا مصري في الوقت ده. فانا كنت بروح المدرسه كلهم مختلفين عني، انا حاسس اوريدي ان انا مختلف، فاوريدي كده ايه حاسس بضغط نفسي ان انا مختلف عن الاخرين، بس عادي اديني بحاول اروح المدرسه. بس كان في اوقات كتيره قوي ايه الاولاد ما كانوش بيبقوا ظراف، وساعات كان بيرخموا، فدي حاجه احنا المفروض ناخد بالنا. فالبولينج ده ممكن يجي ليه كذا انواع، ممكن يجي بالكلام، ان واحد يقول لك كلمه تجرحك دي ممكن تاثر جامد جدا. ما ينفعش ان احنا نقول لاولادنا ايه يعني ايه هي الكلمه بتلزق، مش هيفهموا الكلام ده، لان هو بالنسبه لهم الكلمه تعبتهم، وبالنسبه لهم خلاص الدنيا انتهت. لان اي اصحاب حتى بالذات البولينج صعب ليه؟ معلش يا جماعه نتكلم في الموضوع ده. صعب ليه البولينج؟ لان لو حصل لابننا او بنتنا بولينج ممكن الناس تانية تكون شايفاه. فلو مثلا حصل كده زي ما بيقولوا في الحاره ما حدش واخد باله، ممكن ما يبقاش الواد متضايق قوي او البنت متضايقه قوي، بس لو حصل مثلا قدام زمايله بتاثر جدا. ليه؟ نرجع للنقطه، لان في الوقت دوت بالنسبه لهم اصحابهم هم رقم واحد في المثل الاعلى، فحاجه مهمه جدا بالنسبه لهم. حاجه تانية برضو بتحصل بفيزيكال بولينج، نتمنى ده ما يحصلش، المفروض في المدارس يكون بيراقبوا على الحاجات ديت. حاجه تانية مش بنتكلم عليها كتير، سايبر بولينج. سايبر بولينج ناس كتير تقول لك ايه سايبر بولينج دوت على الانترنت؟ دي مصيبه كبيره جدا. ان يعني انا بشتغل في مستشفى، وانتوا مش هتصدقوا قد ايه الحالات اللي بشوفها ان واحد عاوز يموت نفسه او حاول انه يقتل نفسه بسبب السايبر بولينج ده. ان في حد دخل على الانترنت، على فيسبوك ولا انستجرام ولا whatever اللي بيستخدموه، تيك توك ولا سناب شات، وقال حاجه مؤثره للولد دوت قدام الالوفات من الناس، الالوفات. وبقى بالنسبه طبعا للطفل او المراهق في السن ده مش ألفات، ده ملايين اللي شافوها، كل حاجة بتضاعف. لأن إيه ده؟ أنا كده خلاص حياتي انتهت، أنا مش عايز أعيش، أنا عايز أموت نفسي.
طبعا احنا نتمنى ان اولادنا ما توصلش للنقطه ديت، بس لازم نكون ايه واعيين، لازم نكون فاهمين ان دي حاجه من الحاجات اللي ممكن ايه اولادنا يمروا بيها. البولينج ده ممكن ياثر ان هم ايه يخسروا اصحابهم، ممكن يجي لهم اكتئاب، ممكن زي ما قلت ان هم يجرحوا نفسهم او يعوروا نفسهم او ان هم يحاولوا ان هم يموتوا نفسهم. معلش انا مش هتكلم في موضوع الاكتئاب النهارده كتير، ممكن ابقى نتكلم فيه مره ثانيه، بس هقول نقطه ان السبب الثاني لموت المراهقين هو الانتحار، فلازم نكون دي حاجه ما ناخدهاش كده يعني من لايتلي. اوكي بقى احنا اتكلمنا على كام نقطه، احنا خلاص قربنا نخلص ان شاء الله، وبعد كده هاخد اسئلتكم. لو في اي حد عنده اسئله لو سمحتوا حطوها على اليوتيوب، وانا ان شاء الله هحاول اجاوبها على قد ما اقدر، او على الفيسبوك لان احنا دلوقتي فيسبوك ويوتيوب لايف. يبقى احنا النقطه الاولى اتكلمنا عن من هم المراهقين، النقطه الثانيه اتكلمنا عن الاسلوب الطبيعي والاسلوب الغير طبيعي اللي بيمر به المراهقين، النقطه الثالثه اتكلمنا المشاكل اللي بيمر بها المراهقين، النقطه الرابعه دلوقتي بقى اللي هنتكلم فيها ايه مخ المراهقين. طيب احنا دلوقتي لما نيجي كده ايه نخش جوه مخ المراهقين، هل ده مخهم بالظبط زي مخنا structured؟ احنا بنتكلم عن المخ نفسه، احنا بنتكلم عن المخ نفسه، احنا مش بنتكلم على البيهيفير، احنا مش بنتكلم ازاي هم اسلوبهم ايه، احنا بنتكلم على المخ نفسه، هل هو مختلف ولا لا؟ الاجابه بتقول هو مختلف. في ابحاث كثيره بنستخدم حاجه اسمها fMRI. الMRI دوت بيخش بيقطع المخ كده يعني، او بيدي صور ان الواحد يقدر يشوف مخ مختلف ازاي. والحته بتاعه دي ده الMRI. fMRI دوت بيوري اللي بيحصل في المخ ايه. طيب انت مزهقنا وعمال تكلمنا عن المخ اللي بقى ما تخلصنا، حاضر هقول لكم. دلوقتي احنا بنتكلم عن المخ علشان عاوزين نقول ان في جزئين من المخ عايزكم تركزوا فيه. واحده اسمها فرونتال كورتكس هي هنا دلوقتي، في واحده اسمها الاميجدالا دي جوه هنا شويه. طيب السبب اللي انا بكلمكم على النقطه ديت لان الفرونتال كورتكس ده مهم ايه للحاجه اسمها اكزيكتيف فانكشن. اكزيكتيف فانكشن ان هو ايه ازاي دوت بيساعدنا ان احنا نعمل بلاننج، ازاي ان انا دلوقتي لما هتحرك من نقطه رقم واحد لرقم اثنين محتاج اعمل ايه، محتاج ان انا البس احلق، محتاج ان يكون معايا درايفر لايسنس بتاعتي، محتاج ان انا اجيب العنوان اللي انا رايحه وانا هعمل ايه وهكذا. ده بيبقى في زي بلاننج دوت هنا في الفرونتال كورتكس. جوه هنا شويه في حته اسمها الاميجدالا ديت مهمه للخوف والمشاعر. اوكي الخوف والمشاعر، يعني دلوقتي مثلا رميت القلم ده مره واحده كله هيبص يقول ايه رمى قلم ليه، فهتلاقي ايه في زي ريسبونس كده زي بيقولوا ستار ريسبونس او فير. او بالعكس لو قلنا مثلا خبر حلو، الكورونا اتمحت من العالم كله خلاص مفيش كورونا، كله ايه مبسوط فرحان والدنيا هترجع تاني لطبيعتها ان شاء الله، ده ايه هيحصل قريب. فاحنا دوت الايه الاميجدالا. فانا لسه بكلمكم ده ليه؟ لان بالنسبه للمراهقين في السن ده الفرونتال كورتكس لسه مش ديفلوبت، لسه بيشتغل يعني لسه مش ما نضجش للدرجه اللي المفروض ينضج بيها، واللي جوه ده الاميجدالا شغال الله ينور. يبقى احنا كده ايه معنى كده ان هم الفير والهابينس والمود بيطلع والمود بينزل وكل ده بيحصل دوت ايه لان الاميجدالا شغال جامد جدا. والفرونتال كورتكس دوت زي ممكن نقول في العربيه اللي هو بريكس، بتوقف في البريك. يعني مثلا لما انا ارمي القلم مثلا كده انا الفرونتال كورتكس بتاعتي هتقول اوكي هو القلم وقع مثلا بالغلط او في حاجه مثلا حصلت او كده، ده مش قنبله يعني، مش هو رمى القلم ده يبقى الدنيا هتتفجر مثلا هتتفجر. فبس ممكن المراهق في الوقت دوت يقول ايه ده في ايه ويبدا يقلق بسرعه جدا، فدي حاجه لازم نكون واعيين بيها. عشان كده كنت بس عايز انا اخد النقطه ديت واقول لكم ان المخ بتاع المراهقين مختلف عن المخ بتاع الادلتس، وهو بيبدا يعني يتم تكميله تماما يعني على 25 سنه بس. طبعا بيحصل ديفلوبمنت يعني مش هنستنى لغايه ما يبقى 25 سنه عشان يعقله، بس هو بيبقى يعني الدراسه يعني او الام ار اي بيوري ان هو خلاص بقى الواحد بعد 25 سنه مش المخ مش بيتغير كتير قوي يعني في الجزء ده الجزئين دول. هقولها لكم بالعربي، اسم الاميجدالا دي اسمها اللوزه، لو حد يعرف
واللي قدام دي اسمها القشرة الجبهية. أنا ما درستش حاجة دي بالعربي فما أعرفش. كنت عايز أقول لكم إيه تاني؟ كنت عايز أقول لكم حاجة نقطة تانية عشان نركز فيها. النقطة دي إن تقريباً مخ المراهقين يعتبر إيكوال أو شبه مخ الواحد عنده سنتين. أنا بقول النقطة دي ليه وبتكلم براحة فيها؟ لأن إحنا طبعاً ما ينفعش نحنا نستعيل أولادنا ونقول لهم أنتوا عيال عندكم سنتين، بس برضه لازم نفكر إن ممكن يكون إن الرياكشن بتاعهم هو رياكشن مش طبيعي بسبب إن هم مخهم قد السنتين، مش على طول طبعاً، لأن زمان قلت لكم إن هم برضه في الوقت ده برضه مخهم ممكن يبدعوا ويعملوا حاجات كتيرة جداً عظيمة. فديت بس النقطة بس عشان إيه نحطها عشان نبقى فاهمين الحتة دي. اوكي، احنا كده اتكلمنا على اربع نقط، نراجع تاني. اتكلمنا على من هم المراهقين، الاسلوب الطبيعي والاسلوب الغير طبيعي للمراهقين، اتكلمنا عن مشاكل المراهقين، اتكلمنا عن مخ المراهقين. وانا ده بقى دلوقتي هنهي الكلمه ان شاء الله، وبعد كده ناخد اسئله. النقطه الاخيره هكلمها 10 tips how to deal with our teens. يبقى 10 يعني tips، نصايح، 10 نصايح ازاي نتعامل مع المراهقين بتوعنا. اول نصيحه انا هقولها بالانجليزي وبعد كده هقولها بالعربي، ماشي؟ educate yourself about adolescent development. يبقى ايه؟ ان احنا نتعلم ازاي ايه هو الاساليب اللي هو المراهقين بيمروا بيها. ودوت طبعا انتم تسمعوا الكلمه ديت، ادي حاجه من الحاجات ديت، بس المفروض نقرا يا جماعه. احنا لو احنا بنقرا عشان نذاكر ونخش الجامعه ونخلص اللي احنا بنخلصه دوت عشان نقدر ناجحين في حياتنا، هل مش هنقرا عشان نتعلم عن اولادنا؟ دوت كتير جدا صعب. احنا فاكرين ان احنا عشان احنا كنا في يوم من الايام كنا مراهقين، احنا عارفين ازاي ان احنا ممكن نربي، او احنا مثلا عشان كان عندنا ابن الاول وربنا صح ممكن نعرف نربي اي حد، او لو احنا مثلا كنا واحنا صغيرين كان في عيال كتيره في العيله فاحنا عارفين ازاي نربي. ده مش صح، المفروض نقرا. وانا ممكن اقول لكم كتاب في الاخر حتى، ممكن لو تحبوا عايزين تعرفوا اكتر عن الموضوع دوت، موضوع شيق جدا ومهم. النقطه الثانيه، talk to teachers and other parents about the changes in your children that will be experiencing at this time to offer them help and teach children about these changes. ليه؟ لان اولادنا احنا فاكرين زي ما هم كانوا صغيرين هيجوا يعملوا معنا ايه؟ يدونا ريبورت، ماما انا ده اللي حصل، 1 2 3 4 في مدرسه، رحت مدرسه احد حصل 1 2 3 4، دوت بيتغير. المراهقين مش عايزين ده في حياتهم، وهم مش عايزين حد اساسا يعملوا لهم مايكرو مانجنج خالص. فكويس ان احنا ناخد داتا بوينتس، ان احنا نجمع اولادنا بيقولوا ايه. مثلا ممكن يكونوا في البيت متضايقين وقرفانين وبره مبسوطين وكله كويس. اوكي، خدنا نقطه، فهمنا ممكن مثلا قعده البيت بتزهقهم مثلا او حاجات زي كده، فبناخد نتعلم عشان نقدر نفهمهم اكتر. فنحن ايه، نسال المدرسين عندهم في المدرسه، نسال في مدارس الاحد عشان نعرف هم عاملين ايه. نمبر 3، يبقى احنا عندنا ايه 10 بوينتس. معلش احنا اصبروا معايا شويه وان شاء الله هنخلص. رقم 3، create an atmosphere of respect, trust and honesty. لو البيت دوت ما فيهوش الاب والام بيحترموا بعض، اولادنا ضاعوا. يبقى لازم اول حاجه الواحد يعملها انه يتاكد ان علاقته بين جوزه ومراته ان يكون ايه، علاقه كويسه. لان احنا اولادنا من صغرهم، حتى من عندهم وهم ما فيش حتى سنه سنتين بيلقطوا كل حاجه حواليهم. فانت دلوقتي او انت بتزعق لمراتك، ماشي، وبعد كده ابنك مثلا كمان شويه بيجي بيضربك، وبتيجي الكنيسه تيجي للخادم تقول له بص انا ابني وطريقته واسلوبه، ودي كنيسه، وبيروح الكنيسه ومفيش حاجه بتحصل، وايه ده، ايه اللي بيروح الكنيسه؟ الكلام ده مش صح. لو البيت نفسه ما فيهوش سلام، ما فيهوش احترام، ما فيهوش محبه، يبقى اولادنا ضاعوا. يبقى احنا لازم نشتغل في الحته دي جامد جدا، ان احنا نكون نهيئ مناخ يكون كويس جدا لاولادنا عشان ينجحوا. فديت النقطه دي للاب والام. رقم 4 من 10، put yourself in your teenager's place.
try to remember what it is like to grow up during this age. يبقى ايه حط نفسك في مكان المراهق ده. حاول على قد ما تقدر. صعب وان احنا نشوف احنا ممكن نكون مرينا بايه. فانت لو تلاحظوا ان انا بدات الكلمه انا قلت لكم ان السن ده كان بالنسبه لي صعب. في السن ده انا حاولت افكر عشان لما اجي احضر الكلمه ايه انا كنت بمر بيه او اهلي مثلا عانوا في ايه في الوقت ده. فانا لما بعمل كده بيخليني بيديني الفكره ازاي ان انا اتعامل مع الشخص ده. فانا لما واحد يجي مراهق يجي يكلمني اقدر انا اتعامل معاه بطريقه اكتر ويحس حتى ان انا فاهمه. فخلي بالكوا هو مش الكلام بس، لان هم الاحساس عندهم ايه قوي. فاكرين قلت لكم الاميجدالا عندهم قويه جدا، يعني هم بيحسوا لو اي حد الكلمه اللي بيقولها مش هي نفس الاحساس اللي معاها بيحسوها بسرعه دي. فايه put yourself in the teenager's place. بس ما تحاولش ان انت تحاول تقارن العصر بتاعك بعصرهم. ياه كنت بكره جدا لما بابا بيعمل كده معايا. معلش بابا بيسمع الكلمه دي خلي بالكم. بس هو بيحبني. بس انا كنت بكره جدا يقول لك ممدوح انا عندي خبره، ممدوح انا اعرف اكتر منك، انا بقى كمراهق هعمل ايه؟ لا انت ما تعرفش اكتر مني، انا اعرف كل حاجه. فاكرين ان الجزء ده من المخ، وكم هو فعلا بابا واعي وعارف وشايف حاجات كتيره. بس ما ينفعش نقول لاولادنا ايه ان عصرنا زي عصركم، لان العصر اتغير فعلا. فعلا في حاجات ما اتغيرتش، في اساسيات موجوده هي اساسيات صح، واهالينا ممكن يكون فعلا هم تربوا الاساسيات الصح ديت. بس ما ينفعش ان احنا نقارن العصور. رقم 5 قربنا نوصل. pick your battles. ask yourself is this battle worth fighting. يبقى ايه اختار بقى ايه امتى هنضغط وامتى مش هنضغط. لان احنا هنضغط في كل حاجه لا بقى هيزهقوا مننا ومش عارفوا ايه الصح وايه الغلط، هيزهقوا مننا. فايه حتى السين اللي بيقولوا مثلا ممكن ايه ان الاب مثلا لو هيرخي لو هيضغط الام مثلا ممكن ترخي شويه، دي ده ممكن يكون اسلوب حلو. بس ما ينفعش في الطريقه ديت ان يكون الاب والام مش متفقين. انا جات لي حاله قريب من كام يوم، كان ولد بيمر بوقت صعب جدا في حياته. الولد ده عنده بتاع 15 سنه وبدا ان هو يعمل حاجات يعني صعبه في حياته. مش لازم نتكلم على الديتيلز، بس يعني ممكن نفكر ممكن ايه الولد ده بيمر بايه. بس الاب بيقول حاجه والام بتقول حاجه، الاب ممكن يكون بيزعق والام مثلا مش يعني مطنشه الدنيا او العكس. فانا مش بتكلم على الحاله دي بالذات يعني، بس انا بتكلم عامه ازاي ان ممكن حاجه زي كده تاثر وتعمل مشاكل مع اولادنا. فاحنا لازم يكون في اتفاق في البيت. عشان كده لو تلاحظوا نرجع لنقطه رقم 3 قلت create an atmosphere of respect, trust and honesty. لان ده لو مش موجود يبقى نقطه 5 برضه هيبقى نفس المشكله ان احنا we're fighting all the time. You pick your battles, you're not picking a battle, you're just having battles every day and every night. ودوت مش حياه. ماشي نقطه رقم 6 maintain your level of expectation for your teenager. Do not write off negative behaviors because he's just a teen. يبقى ايه لازم يكون في حاجه اسمها في expectations. كلمه يعني ايه expectations؟ توقعات. يبقى لازم يكون في توقعات للمراهقين. ما ينفعش يوم كده الدنيا سايبه ونقول ايه هو بيعمل كده عشان هو مراهق. يبقى ده العكس. يبقى احنا كده ايه عملنا العكس، ان هو احنا اي حاجه بيعملها بنقول هيعدي ما هو مراهق. لا لازم يبقى في expectations في البيت. النقطه رقم 7 know your teenager's friends and keep track of their activities. If you begin to see a negative pattern in your child's behavior in school, contact his or her teacher. والنقطة ديت متواصلة بنقطة رقم 2 ان احنا لازم نكون متصلين ناخد data، لان احنا الداتا ديت مش جاية من اولادنا، ناخدها بطرق مختلفة من غير ما نحسسهم ان احنا يعني ايه واقفين بنراقبهم في كل خطوة وكل حركة. فاحنا حتى يعني حاجه سهله جدا، الاولاد بيحبوا يخرجوا مع اصحابهم. طيب ما يجوا عندكم في البيت مثلا ممكن تعملوا وقت مثلا زي باربيكيو. احنا في الصيام دلوقتي، احنا في الكورونا برضو مفيش حد هيجي البيت حد. بس لو ما يجي مناسبه ان هم ممكن يقدروا يروحوا بيت حد، يبقى الدنيا ممكن تبقى ظريفه ان انت على يعني عينيك عليهم وبتشوفي هم بيتكلموا ازاي مع اصحابهم وكده. نقطه ممكن اتكلم فيها هنا
أنا بصراحة ما أعرفش، أنا ما عنديش أولاد، بس ممكن حتى أسأل الناس اللي معايا هنا إيه رأيهم في النقطة دي، أنا عايز أخد رأيكم بجد. بس أنا شايف حكاية السليب أوفر ديت مش عارف، أنا بقلق منها بصراحة، بس دوت بيرجع إن هو it's my opinion يعني، فأنا ما أعرفش. بس أنا ممكن أسأل، لو ممكن أسألكوا دقيقة أخد رأيكم أنتوا إيه في حكاية السليب أوفر، إن الولد أو البنت يروحوا يناموا في بيت مثلا أصحابهم يقولوا أوه هنبقى عندنا ليلة. هقول لكم أنا ليه أنا مش بحب الفكرة ديت، بس هسمع برضو من المجموعة هنا. المجموعة هنا أقل من 10 عشان ما حدش يتكلم على حكاية الكورونا، إحنا بس بنسجل عشان الناس تستفاد، فعشان بس ما حدش يقلق لنا من حكاية الكورونا. فممكن أخد رأيكم في حكاية أنتوا لو عندك أولاد أنتوا إيه رأيكم، وإيه بتعملوا إيه في حكاية sleep overs وكلام. إحنا يعني أنا ربيت ولادي إن ما فيش sleep over إلا عند الكوزنز بس، ولاد أو بنات يعني، عندي ولد وبنات، فما كانش حد بسمح بحاجة زي كده. later on بعد ما كملوا حوالي 18-19 سنة under different consequences يعني في حدود محدودة جدا، لكن in general it's not recommended يعني it's much better. وزي ما انت قلت كده it's much better ان هم لو هيخرجوا هيبقوا مع بعض، يبقى احنا عارفين هم رايحين عند مين، او لو قدرنا نجيبهم عندنا في البيت ان احنا نبقى نحط لهم نجهز لهم اتموسفير بعيد عن جو الصيام او جو كورونا، في الجو العادي يعني يبقى في اتموسفير، يبقى في بيتزا حاجه هيقعدوا ياكلوها مع بعض، موفي حلو نظيف يتفرجوا عليه، وي كان واتش ذير لانجويج اولسو يعني نشوف بيتكلموا ازاي، ايه اللغه اللي بيستخدموها، ايه الكلام اللي بيقولوه، مش مراقبه لكن نبقى فاهمين شويه what is the atmospheres they have around themselves يعني. شكرا ابونا، نقطه حلوه جدا ابونا بيجيبها، ان احنا لازم نركز برضو ان اولادنا هيكونوا فين، وان احنا يكون عارفين هم هيعملوا ايه. بس ممكن برضو اسال الدكتور سمير برضو يقول لي رايه في النقطه ديت لو سمحت. لا دكتور سمير مش عايز، خلاص طيب مات بلاش. طيب انا هقول لكم انا برضو رايي ليه، ان الحته ديت انا مش بخوفكم، بس الحته ديت انا مش بحبها قوي، ان بيحصل مشاكل. انا بكلمكم لان انا شغلي زي ما بقول لكم انا بشوف في المشاكل اللي بتحصل دي. ساعات بيحصل ان الولد او البنت يروحوا حته وبعد كده بيحصل حاجات كانوا المفروض ما تحصلش. بس انا مش هتكلم في الموضوع ده كتير يعني قوي، بس لازم ايه نكون واخدين بالنا، حتى لو يعني من اقرب الناس الاستاتستكس يعني بتوري ابيوز اللي بيحصل sexual, a physical, a verbal abuse usually comes from people that are very close to you. بيحصل من ناس قريبين ليكوا. فاحنا طبعا زي ما ابونا قال اختار يعني بيبقى فيها اختيار، فالعمليه لازم يكون فيها مش اي حاجه الولد عاوزها او البنت عاوزها بنعملها. يعني دلوقتي احنا عارفين cousins تمام، احنا البيت دوت هو كان هو ابونا موجود في مع المجموعه ديت لان عارف مين في البيت، فنخلي بالنا. نرجع احداثي، كانت النقطه رقم 7 ان احنا نعرف الاصحاب اولادنا مين وايه بيعملوا ايه. يعني مثلا لما احنا ابننا او بنتنا يقول احنا رايحين مدارس الاحد، انا ما اعرفش اذا كان دكتور سمير بيمر بدي ساعات ولا لا، بتحصل ان ممكن يسيبهم يروحوا لوحدهم، يسيبوا البيت مثلا، ممكن بابا وماما مشغولين وده بيحصل، ده طبيعي في بلد صعبه زي ديت هنا في امريكا. فيقولوا له يقولوا ايه احنا رايحين مدارس الاحد، روح مدارس الاحد ولا لا. لازم نعرف، يبقى لازم يكون في حاجه اسمها متابعه. زي ما قلت احنا اولادنا مهمين زي الشغل زي اي حاجه تانية في حياتنا، وان احنا لو ما خدناش بالنا ممكن يضيعوا مننا. يعني ممكن يقولوا لنا اه احنا رايحين الكنيسه وبعد كده يروحوا حته تانية ما يروحوش الكنيسه، او يروحوا الكنيسه واقفين في حوش بره وبيكلموا مع عياله وبيحصل حاجات بتحصل بره، كلام غلط، حاجات بتحصل في اي حته ورده، لان احنا قلنا مخهم مش كامل او يعني مخهم لسه ما حصلوش نضج، فلازم يبقى في حاجه اسمها متابعه. ومن احنا ما نصدقش كل حاجه، ما ينفعش لا مبالاه اللي احنا اه يا شور مثلا انت ممكن ايه ابنك او بنتك يرجعوا من الكنيسه يقولوا ايه احنا اه حضرنا، طب عملت ايه في مدارس احد؟ ممكن يطلع لك اي قصه ويالف لك اي حاجه وعشان تصدقيها، وممكن يكون شطار جدا في حاجه زي كده. فانت لو او انت مش متابع مع ابنك او بنتك ممكن ما يحصلش حاجه. بس نفس الحكايه اي حاجه بتحصل برومز اي حاجه تبع المدرسه لازم يكون في متابعه، ونكون عينينا في حتت مختلفه عشان نتاكد ان هم ما بيدعوش مننا بمحبه. النقطه رقم 8
is know the warning signs when risky behaviors becomes dangerous behaviors. يبقى ايه احنا عرفنا طبيعه ان التينيجرز في الوقت ده بيعملوا عندهم ريسكي بيهيفيرز يعني ممكن يعملوا حاجات يعني في الطبيعي بس مش قوي يعني فاهم بس لازم نبقى مركزين ان دي الحاجات اللي بقت خطر. بحاول افتكر لكم اكزامبل مثلا اكزامبل بس يعني مش قوي يعني بس مثلا بيسمع موسيقى لاود ده ريسكي لان ممكن ودانه تبدا مثلا تتاثر بس بقى لو بدا يعلي الصوت لدرجه انه ممكن فعلا ودانه تطير او يعني سمعه يطير فده حاجه نركز فيها. معلش انا مش فاكر اي اكزامبل ثاني بس يعني ده اكزامبل جه عليا. رقم 9 respect your children's privacy. You have the right to know what is going on with the teenagers when he or she is in your home to offer him help as much as needed but also respect his or her space. النقطه دي مهمه جدا لان احنا ساعات مش بنعمل كده فلازم يكون في حاجه اسمها بالانس. يعني ايه بيقول لك respect your children's privacy ان هو يعني هو من حقه ممكن يكون عنده اسرار مش لازم كل حاجه نعرفها ممكن بس طبعا within limit كل حاجه لازم تكون ايه within limit يعني العمليه مش سايبه والعمليه ايه مش ضغط جامد. ده هتلاحظوا ان احنا انا كل شويه بكلمكم في الكلمه اي نقطه من النقط ديت بنحاول نوصل لحاجه في النص بنكون جاهزين امتى نضغط او امتى نرخي. فالعمليه مش يا اما yes or no we can يعني examine the situation. ف دي ترجع تاني لحته مثلا الباب بتاع ابننا وبنتنا هم عندهم مثلا اوضه لوحدهم هل يبقى مقفول ولا مفتوح؟ الاجابه ايه؟ ابونا او اي حد تاني لو يحب يرد. دكتور سمير is passing. عندنا ابننا مراهق وعاوز يقفل الباب على نفسه بس يعمل له لوك ولا لا؟ يتربسه ولا لا؟ لا. ليه؟ ما ينفعش نقول لا بس. نشرح. كل حاجه بحدود. يعني انا مش هقتحم خصوصيته انما انا مش هقتحم خصوصيته انما انا مش هسيبه يعمل اللي هو عايزه جوه الاوضه. اصل اللوك دي يعني هو بيعمل حاجه خايف منها. فانا لازم ابقى يبقى في امان ليا انا من يعني ان انا ابقى مطمن عليه ما بعملش حاجه غلط. نقطه حلوه. انا اجري. انا برضو بقول انه المفروض ما يبقاش لوكت. طب سؤال تاني، هل قبل ما نخش الاوضه لابننا او بنتنا نخبط ولا نخش كده؟ لا بخبط. تخبط ليه؟ انا بحترمه عشان عنده بنات. عشان يخبيهم. لا عشان عنده بنات صح. لو الاب عنده بنات لا ماشي بس لا احنا بنتكلم عامه يعني حتى لو يعني طنط لو دخلت المفروض تخبط ولا تخش كده على طول؟ ما هي بناتها ما هم بنات كلهم مع بعض المفروض تخبط وتخش كده على طول وتخش على طول قطر على طول. بصوا برضو الريسبكت للبرايفسي والسبيس ان احنا نخبط قبل ما نخش عشان بس يحسوا ان يعني ايه انت كده مش بتقتحمي حياتهم مع ان انت هتخش يعني في ثواني يعني انت خبطتي وهتخش بس ان انت اديتيهم hey I'm having permission to enter your room لان لازم يكون في زي احترام للسبيس بتاعهم. النقطه الاخيره رقم 10 set boundaries to make rules that are appropriate. يبقى لازم يكون في حاجه اسمها باوندري. ايه القوانين للبيت؟ يبقى البيت لازم يبقى فيه قوانين والقوانين دي لازم المفروض تحترم بس يكون فيها باوندري يعني ما يتعداش حاجه زي كده. في نقط في حاجات رولز معينه ما ينفعش تتعدى. مخدرات نو no. الكحول نو no. ان انت ترد عليا نو no. بس ممكن نتناقش. ما ينفعش ان هو عشان الولد قال لا وخلاص الموضوع انتهى ان هو يبقى انت كده مش بتحترمني. خلي بالك هما بيحاولوا ان هما يكونوا شخصيتهم في الوقت دوت ففي تكوين الشخصيه ممكن يقول لا ومن حقه نقول لا الحاجه انت مش انت بتقول له يعملها بس مش لا يبقى معنى كده ان احنا نقفل الحوار ده. بينا بقى انا هنهي الكلمه في الموضوع دوت. الموضوع ده انا هاخده بس في دقيقتين لو سمحتوا احنا دلوقتي تقريبا الوقت مناسب. موضوع الحوار مع اولادنا والحب. انا عشان احضر للكلمه ديت بصيت على بحب احضر من اباء الكنيسه بحب احضر من يعني ساينتستس ناس كتير عشان اعرف ايه هو العلم بيقول ايه في الحته ديت. والنقطه اللي بتتكرر اوفر اند اوفر اند اوفر الكنيسه بتقول كده
الناس العلمانيين بيقولوا كده، الكتب بتدرس بتقول كده، اللي هو ايه نقطتين دولت، الحب والحوار. يعني احنا لو احنا اولادنا مش حاسين بالحب في البيت خلاص احنا مش عارفين ازاي نديهم حب. دي ترجع تانية برضو ان احنا لو عندنا احنا مشاكل نفسنا المفروض نحاول نحلها ما نطلعهاش على اولادنا. يعني احنا مثلا ممكن مثلا ان يكون حد باباه ومامته ما عرفوش يدوا له الحنان والحب، صح؟ نرجع نشوف ازاي ان احنا ممكن نشتغل على نفسنا عشان نعرف نساعد غيرنا. لان انا مثلا لو انا مش مستريح نفسيا مش عارف اخد بالي من ابني، انا ما عنديش اولاد، بس لما يبقى عندي اولاد مش عارف اخد بالي منهم. فطب نجيبه منين ده؟ اهو ده مصدر الحب والحنان كله ربنا. فنرجع للكنيسة، يعني دوت زي يعني الطب، وتعلمت حاجات كتيرة ومليون حاجة، بس فجأة آخر كله السمري بيجي في الإنجيل وفي ربنا وفي الصوم والصلاة. دوت مفيش حاجة تانية أقدر أقولها لكم علاج إزاي الواحد يجيب المحبة. الله محبة، وأكتر من كده إيه؟ فنرجع للكنيسة، ولو وصلت الدرجة إن إحنا مش قادرين يبقى إحنا ممكن إحنا مثلا نفسيا تعبانين، حاجة حصلت معانا صعبة. It might even be sexual assault that happens. We don't talk about it. بس بتحصل. فممكن نستخدم الكنيسة، وممكن برضو نرجع للناس professionals في مواضيع ديت ممكن يساعدونا إن إحنا to get over some of these problems عشان ما نطلعهاش في أولادنا. دكتور سمير. Appreciate your love. Or they think excellent question. I mean, you're overprotective. There is a kind of love that's overprotective, and I think all Egyptians do this. But in the meantime, how to get your point across that you really love them? Mm-hmm. I talk to youth all the time, and they don't even think that their parents love them. Mm-hmm. So mm-hmm. How do you balance this off? النقطة دي حلوة جدا، لأن الواحد لما بيحب حد معنى الحب ان هو not expect something in return. يبقى انا دلوقتي لما انا بحب ابونا هاجي اسلم على ابونا، I'm not expecting ان هو ابونا لازم يحبني تاني. يبقى حلو، it's nice. فالوقت دوت زي ما قلت لكم، لو تفتكروا نقطه من النقط اللي انا اتكلمت عليها النهارده، النقطه بتاعت ان هم مش قادرين ساعات ان هم يدوا emotionally affection لاهاليهم. يبقى احنا دلوقتي لما بنديهم حب وما مش بدهولنا تاني نستحمل، ما نقولش ايه انا يبقى انت كده مش مقدر، انا بتعب عشانك، انا سبت مصر وجيت هنا مخصوص عشانك، انا طفحت بقيت الكلام، انا كذا 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 كذا، انت ما تستاهلش. تخيلوا الكلام ده بيحصل في البيوت ولا لا؟ بيحصل، وبيحصل كل يوم، وبيحصل في مجتمعنا بالذات، لان احنا مجتمع قاسي شويه. ف again just to answer the first point، على نقطة ان انا لما ادي حب لاولادي وهم مش بيدوا او مش قادرين يعملوا appreciation expected، اعرف ان ده طبيعي، ده normal، that's normal behavior. و be patient. المسيح كان patient معانا، فlet's be patient، just wait a little bit. مخهم لسه والمود والاستابيليتي ما حصلتش. اكتر حاجة مهمة ان الواحد ان هو يدي حب، يعني زي ما ربنا كان بيدينا على طول من غير ما يوقفه، نفضل من نديه حتى لو احنا مش بناخده. صعب، هو صعب. لما انا ابني يجي يشتمني احبه ولا لا؟ احبه. لما انا ابني يمد ايده، المفروض ما يمدش، مش غلط، ده احنا كده بقى وصلنا لدرجه صعبه شويه، بس ده احبه ولا لا؟ What would Jesus do؟ هيرجع يقول لك ايه؟ حبه. والحب ده لازم يكون حقيقي، والواد يكون حاسه مش بالكلمه، I love you my son. بعدين طب انت مش بتعمل، لو انت مش بتعمل كده يبقى انت كده ايه؟ ولا بان. خلي بالكم زي ما قلت لكم الايموشنز عندهم جامده جدا، يقدروا يحسوا بالايموشنز اكتر من اي حد فينا في الوقت ده، لان هم عندهم الجزء ده من مخهم very active. كان ايه النقطه الثانيه؟ معلش فكرني، انت كنت قلت احنا over protection. Over protection ده برضو it's a problem. Like I said، ما ينفعش ان احنا ندلع قوي 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 قوي، ما ينفعش ان احنا over protective، ان كل خطوه تقول لي انت رايح فين وجاي منين. مفروض ده صح، ده قانون البيت، قانون البيت بيقول كده،
بس نقولها بطريقة محبة. حبيبي أنا كنت عايز أعرف أنت النهاردة رايح فين، مين هيكون موجود وكده. دوت مش over protection، دوت من حقك كأب وأم للبيت في قوانين البيت تمشي، بس تنفذ بحب، تنفذ بحب، ما ينفعش بالقسوة لأن زي ما بيحسوا يبقى كده. فحتى ممكن ما تسأله يقولك أنت بتسألني أسئلة كتيرة، أنت عايز مني إيه، أنت عايز تعرف كل حاجة عن حياتي. نقول له معلش حبيبي أنا بحبك وبخاف عليك واسأل أسئلة. بص مثلا لو جه هنا مثلا ابنك او بنتك جم وقالوا ايه، بص ابونا انا او بابا انا عاوز اروح الحته ديت، وانت قلت له بص يا بابا في قوانين البيت، قوانين البيت بتقول كده، تعال نتفق، انت عايز تروح هناك ماشي تعال نتكلم، وانت عارف قوانين البيت ايه بنتكلم فيها، مش نستخدم كلمه قانون، كلمه قانون كلمه صعبه شويه، بس يعني the rules of the house، rules of the house say 1 2 3، ويكون القوانين ديت هي ما ينفعش تتغير كده، يعني ما ينفعش تطبق على واحد ما تطبقش على الثاني، وتطبق مره ما تطبقش على الثاني، ولازم يكون اتفاق بين الاب والام في الحته دي. ف over protection is only when we don't show love, but if there are rules that need to be followed they must be followed عشان اولادنا ما يضيعوش. ابونا رايك ليه؟ مظبوط. انا بس في نقطه عايز اعقب عليها، انت قلت ان احنا مع التين ايجر نحبهم، حابة لما يغلط، بس ازاي اتعامل مع مثلا يجي لي اب يقول لي ابني بيشتم او ام بيقول لي ابني بيشتم، فازاي الاب والام يتعاملوا بحب لكن المفروض برضو يبقى فيه احترام للوالدين. ف how he can react with the kids which is he pass this red line. يعني حلو، وده بتحصل في السن ده. يعني الإجابة اللي بتيجي على بالي في النقطة دي اللي احنا بنقولها للناس اللي بتسألنا في السؤال دوت، ان يبقى في حاجة اسمها consequence. مفيش حاجة اسمها ان انت تشتم او تضرب من غير ما يبقى في consequence. في حاجة اسمها consequence، يعني ايه؟ بس consequence تتشرح، مفيش تبقى بالضرب. يعني مثلا انا دلوقتي لو ابني جي قال لي شتيمة، اوكي عندي I have many situations، مثلا ممكن نفكر واحد اشتمه، شتمني انا اشتمه، ازاي يشتم ابوه او امه يا ابن كذا. اثنين اضربه، ده مش صح برضه، يبقى احنا كده بنعلمهم ايه؟ ثلاثة ان انا عاقبه عقاب هو كده بقى. فاللي بيحصل في نقطة زي ديت، طبعا المواضيع ديت تبقى صعبة مش سهلة، احنا كده وصلنا لمرحلة يعني مش مفيش اجابة او اي حل انا هقوله هيحل الحكاية فيه، لان في اكيد الولد وصل للنقطة ديت لان في كذا حاجة بتحصل. بس اللي احنا ممكن ننصحه او نقوله ان احنا يكون في عقاب لغلط، الغلط لازم يتعاقب، بس عقاب بمحبة، ونشرح العقاب وعقاب مدته قد ايه وليه. لكن انا بعاقب كده من غير سبب، عمال على البطال يمين شمال من غير ما بشرح ليه، الولد عمره ما هيفهم ايه الصح وايه غلط. الحكايه دي معلش انا اسف، انا مش بقصد ان انا اقارن الاولاد بالحيوانات، بس الحيوانات نفس الحكايه فيها صح غلط اسكت. بس هو يعني بيتعلم الباوندري. يعني انا معلش اذا اوكي انا اعمل استخدم الاكزامبل ده تسمحوا لي. يعني مثلا انا عندي كلب بتاعنا في البيت اسمه ميكي. ميكي شاطر جدا في حكايه ان هو ايه، ان هو تست ذا باوندريز. في اوضه بالذات اوضه مدحت ما ينفعش ميكي يخش فيها، وميكي عارف ده كويس جدا. الكلاب اذكياء، يعني بكثر التكرار كل شويه بتقول لهم نو نو نو، بيبقى عارف. بس دوت لا يعني ان هو هي تست ذا باوندريز. فساعات يجي يوم داخل اوضه مدحت، فمدحت يقول له نوم، وفي عقاب ويفهم. طبعا الفرق بقى في النقطه ديت ان العقاب ان هو يبدا ان هو يفهم كان في عقاب بتحصل كده، بس هو ممكن يخش اوضه ثانيه مثلا، او ممكن يقعد في حته معينه، فاحنا مش عاملين عقبه يمين على شمال، فايه اعماله بطل هو مش فاهم، فالكلب هيتلخبط مش قادر يفهم طب انا اخش ولا ما اخشش وامتى اخش. ففي زي باوندريز بتتعمل وتمشي. الفرق بقى بين الكلب والبني ادم ايه؟ ان النقطه ان احنا بنشرح. انت لو جبت ميكي قلت له حبيبي بص انت ما ينفعش تخش اوضه مدحت عشان كده، مش هيفهم حاجه، بس الولد ممكن يفهم وممكن يحب ده حتى لو ما وراش ان هو الحب. يعني ده نقطه بتاثر علينا جدا كاهالي، بنتعب قوي في الحته ديت، ان احنا حاسين ان اولادنا يعني عمال على بطال احنا كل اللي بنقوله ولا بيجيب فايده. بس ده مش صح، هو زي بنزرع البذره وهي بتتنمو، ممكن تنمو بسرعه، يعني مش تنموش بسرعه، بتاخد وقت شويه، بس نفضل على اللي هو التكرار بتاع المحبه. في محبه في البيت، انت شتمت حبيبي بص غلط، مش لازم يقف ساعتها برضو، دي نقطه تانية مهمه.
ديت بتنطبق على الاب والام او العلاقات عامه. دلوقتي انا وانت في خناقه قاعدين بنتخانق ماشي، مش لازم نقف ونتناقش في الخناقه دي دلوقتي، ممكن ناخد حاجه اسمها تايم اوت. فالولد شتم، في خناقه بتحصل، الولد بدا يشتم، الناس بتعمل ايه دايما؟ رياكت على طول. شتمت ازاي؟ انت انا ابوك، انت ازاي تشتمني وده غلط؟ وهروح اكلم ابونا، شفت بقى، وهروح اقول لاصحابك، وانت ازاي تقف شماس؟ انا همنعك انك تبقى شماس. تتناول؟ مفيش تناول، ده حب، ده مش حب. المسيح عمره ما كان هيعمل كده، المسيح عمره ما كان هيمنع ابنه عن التناول عشان شتم او غلط. بالعكس، الكنيسه معموله عشان الناس اللي بتشتم واللي بتغلط، يعني ديت مستشفى، ما ينفعش عيان يجي للمستشفى اقول له لا عشان انت عندك مرض انا هطردك بره المستشفى. بس في عيانين بيجوا كتير وبييجوا عمالين يجوا لاسباب مش صحيحه، بس برضو كدكتور لازم اوري محبه، ولازم اخد كل موقف بجد، لان انا ما اعرفش المره اللي ممكن يجي لي فيها وممكن عيان ده هيموت. فانا لازم اكون بعامله كل مره بجديه بحقيه بمحبه العيان اللي هو بيجي. ساعات احنا الدكاتره اكيد لو بتشوف حاجات كتير قوي كده او في اشغالكم، لما الناس مثلا بتيجي مثلا مش محتاجه كاستمر سيرفيس، كاستمر عمال يجي كل شويه يزن على حاجه مثلا، بس ممكن يكون مره من الحاجات ديت يكون عنده حق. ما ينفعش ان احنا نقول كل حاجه عشان هو بس مراهق ان هو نلغي ان هو بيعمله. فسمري اللي انا قلته النقطه ديت، ان لما الواحد يغلط يبقى لازم يكون في عقاب، ولما العقاب دوت يبقى يكون معروف قبل اساسا، لان هو قانون البيت بيقول لا تشتم، مفيش شتيمه، وكان معروف ان الاب والام يكونوا مش بيشتموا. فالناس يعني احنا ممكن ابونا لما الاب والام بيجي يقول لك انا ابني قال كذا، هنساله انت بتشتم في البيت ولا لا؟ هيقول لك لا في الغالب، يعني عشان منظره مش وحش يعني قدام الكنيسه قدام ابونا وقدام الناس، بس في الغالب ممكن يكون بيشتم او الام بتشتم. فما ينفعش ان احنا اكسبكت. فاحنا بس ممكن النصيحه تبقى لو في يعني اي مناخ في شتايم نحاول نقلل ده قد ما نقدر. اتفضل. سؤال تاني، انت حضرتك قلت ان التين ايجر دايما بيبقى حاسس ان هي هاز بين واتشنج، هو عمالين يبصوا عليه، وممكن الام تنزل انت بتبص على التليفون بتاعي ليه، انت بتبص عليا ليه مثلا، وهي ممكن ما تكونش بتبص عليه. صح. ف how the parents can deal with the teenager when they are acting this way. That's a tough question. I don't know if I have the answer exactly, to be honest. But if I were to think about it يعني on the spot, I would say explain to them that you didn't mean that with love as much as possible. Right? And don't do it. Don't keep doing it. يعني ايه مثلا لو مر بالغلط كده انت او اي حد مثلا مسك تليفون الولد، هو ولد عايز يبقى البرايفسي بتاعته التليفون. واحنا ممكن نرجع نتناقش في النقطه دي، هل الاب والام ليهم حقيه ولا لا انا ما يبص على تليفون اولادهم؟ ده موضوع لوحده اساسا. بس هنقول مثلا احنا متفقين ان الاب والام مش هيبصوا في تليفونات اولادهم، وبالغلط مثلا بصوا فيه. انت بصيت في تليفوني ليه؟ انت بتراقبيني، انت بتراقبني. اقول اه حبيبي انا عارف انت ممكن تكون حاسس بكده ليه. نبدا بفاليديشن نمبر 1. اي حاجه لما بتحصل مشكله رقم 1 نعمل فاليديشن، نقول I hear you. انت متضايق لان انت شفت ان انا ببص على تليفونك، انا اسف. نبدا بالاول بالاعتذار، بعد كده نقول انا ما كانش قصدي كده، انا ما كانش قصدي ان ابص في تليفونك فعلا، بس ونكون فعلا يعني يكون فعلا ده جوانا، انا ما كانش قصدي ان ابص على تليفونك وده جايب لي غلط. بس زي ما احنا اتفقنا ان انا ايه، انا مش محتاج ان ابص على تليفونك، بس انت لما بيبقى في اي حاجه تيجي تقول لي. تمام، يبقى مش لازم بقى المراقبه 100%. احنا لو ربينا اولادنا صح هيجوا ممكن ان هم يكونوا في تعاون، بس لازم نكون صبورين شويه. مش عارف جاوبت صح ولا لا. تمام. ايوه دكتور سمير اتفضل، نبدا باللي انت عاوزه. One question for inside the house, one question outside the house. The fitting problem outside the house. How the what? The fitting problem. Fitting. I want to fit in. Oh, fit in. Oh. Fitting problem. Yes. Oh. Basically, this is 99% of our youth problem outside the house. He wants to fit in. Mm-hmm. How to monitor this so it won't reach a risky behavior? يعني لو هو he wants to fit in with the group that are using vapes or drugs or whatever. So fit in
and مثلا fashion مش عارف ايه قصت شعر whatever I don't think go back to pick your fight. I'm not going to fight with this, but صح. when it reaches a risky behavior and it will going to lead to a disaster, yes. how am I going to deal with this? And how am I going to go back to the same point to choose your friends? How am I going to pick his friend? I can't. Right. Yeah. Literally, I can't. Physically, صح. I can't. And we know what's going on social media and whatnot. Definitely. The second question inside the house, what if we couldn't do better? Yani, all of us as parents, we do mistakes. And it influences the life of the kids and it leads them to a wrong decision or be rebellious or being like, okay, I hate you, I whatever. Mm-hmm. So how? What is the solution for this? If we admit that we did some mistakes in raising these kids and from the thing that you mentioned, is it just patient prayers and whatnot, or is time going to heal it, or what we can do for these kids if we hurt them enough during the process of raising them? Just to clarify the second question, and I'll answer both of them, is like, مثلا, if we wrong them, what, like, هم صغيرين مثلا, ضربناهم, غلطنا فيهم. أو أي حاجة من اللي أنت قلتها. إحنا متخانقين مع بعض, إحنا مش عارفين, parents مش aware of what's going on with their kids' life, whatever, that will lead them to dislike us. Mm-hmm. Or they don't think we're good parents, or whatever, mm-hmm. yeah. Or any problem. No. So how is it only time that's going to heal it, or prayers, or how are we going to make it up for them? Okay. Thank you for both questions. I'll start with the first one, is fitting in. يبقى السؤال كان بيقول احنا دلوقتي اولادنا ساعات بيحسوا ان هم لازم يكونوا مع المجموعه اللي حواليهم, ان هم عايزين يبقوا fitting in ويبقى كله تمام. حاجه من حاجات زي دي, عايز اجرب الشيشه, عايز اجرب السجاير, عايز اجرب حاجات. الاجابه هنرجع تاني لقانون البيت. قانون البيت بيقول ايه؟ وقانون الكنيسة؟ لا. مفروض لا, ما ينفعش ان احنا ايه؟ نعمل فيبنج, ما ينفعش نعمل مخدرات ونعمل الحاجات ديت. فبترجع للمناقشة والconsequences. ما ينفعش نعملها لا, انا ثابت على كلمتي, مش هغير في الموضوع دوت. انا موضوعي بقول في مناقشة, حوار وconsequences. كل ده بمحبة. هتشتغل؟ مش شرط. Is this a formula? Is this medication? No, it's not. But we keep doing it over and over again. Consistently. لأن it might eventually work and it might take time for it to work. فأنا ابني مثلا يجي يقول لي بص أنا أصحابي بيعملوا فيبينج وأنا هعمل فيبينج. تعال حبيبي نتكلم. مش هيقول. أو إحنا اكتشفنا مثلا. اكتشفنا إن حد قال لنا من الناس. فانا هواجهه. المفروض ان انت تواجهه, ما ينفعش تقول خلاص بس مش هقول له عشان ايه ما يحسش ان انا ايه مراقبه. لا طبعا, ايه ده كده بيتسيد. لازم يبقى في مناقشه وادريسنج ات فروم ذا فيري بيجينينج. بمحبه, ما ينفعش بخناقه, مش هيجي اضربه. انا سمعت انت عملت فيب, مش هعمل كده. ممكن بطريقه تانية. انا مثلا دلوقتي انا لما باجي اعمل انترفيو للتينيجر كسايكايتريست, ده اسلوبي. هقول لكم انا بعمل ايه. اول حاجه بتحصل ان انا ببقى انا وهو بس, يعني بسال الاب والام ان هم يطلعوا بره الاوضه. انا بس بوريكم اسلوبي عشان ممكن تحاول تستخدموا ده. بطلب من الاب والام ان هم يطلعوا بره الاوضه بس عشان نتكلم كده ايه 1 on 1, ما يحسوش ان في حد بيبص عليهم. فانطباق لكم ايه؟ ابا والام مش لازم يكونوا الاثنين في الاوضه, او مش لازم يكون اخواتهم شايفين الموضوع. زي الموضوع ده موضوع محتاجين نتكلم فيه كده بهدوء وبعقل ومن غير نرفزه. هاخد الولد هقول ايه, sometimes our friends do drugs and sometimes friends do مثلا smoke weed and use vape. Do you have friends that do that? هنبدا بكده, مع ان انا عارف اوريدي الاجابه. انا مش يعني بس يعني لا عارف, بس انا بحاول ايه, انا ايه اقول له انا عايز اناقشك, انا مش جاي اعاقبك, اصبر تعالى نتكلم. فيجي يقول لك yeah they do. Okay, have you been offered? حد طلب منك تجرب حاجه زي كده؟ ممكن يقول لك ممكن يقول لا, ممكن يكذب, ممكن يقول لا. لو كذب ما تغلطوش, ما توقفوش في ساعتها, اصبر شويه. اوكي طيب, انت ما حدش عمل لك اوفر. طيب لو حد عمل لك اوفر هتعمل ايه؟
خلي بالك انت كل ده وانت عارف ان هو بيعمل فيبينج، بس الاسلوب خلى في مناقشه وفي حب، ان انا عارف انت بتعمل كده بس انا عشان انا بحبك هديك فرصه ان انت نتكلم، تعال نتناقش. طيب هنرجع تعال نكمل. هو لسه بيعمل فيبينج، و لو حد قال لي اعمل فيب اقول لا بكده ايه كده تاني مره اهو ماشي، فنقول اوكي. طب انت لو ليه لا؟ طيب اسلوب غريب جدا، ايه اللي تقول لي لا؟ عشان خليه يفكر بقى في ايه، في النيجاتيفيتي بتاعت الايه بتاعت الاستخدام الفيب. فاقول ممكن بقى ساعتها بقى يقول لك ايه، بص I don't know, vape is fine, like it doesn't have any problems. يبقى كده ممكن نبدا بقى نتناقش، لا ممكن يبقى في مشاكل ومشاكل لايه وهكذا وهكذا. يبقى انت خدت بالك ان اخدت علمونا at least في السايكايتري ان احنا كده، وانا almost 95% of the kids will tell me that they do drugs. They will not tell their parents. They trust me and they tell me everything. كل دوت عشان انا استخدمت اسلوب مختلف عن اسلوب اهلهم، مع ان انا ممكن اكون في سن اهلهم. فمش هنستخدم حكايه انا سن فرق السن فمش هيقول لي حاجه، لا هيقول، بس لو استخدمت الاسلوب الصح. فدي النقطه الاولى، انا جاوبت كده اوكي. النقطه رقم 2، المشاكل اللي احنا عملناها مع اولادنا وغلطنا فيهم، مثلا احنا صغير مثلا اولادنا وهم صغيرين الاب والام كان بيتخانق مثلا، او كان مثلا اتمنى ده بيحصلش بس بيحصل في البيوت، مثلا الاب كان بيزق الام او غلطات بتحصل في البيت، او الام مثلا كان بتنم على الاب او كان بتقول كلام وحش عليه وهو في غير وجوده، ده كلام مش حلو. لما الام تكلم مثلا اهلها وتقول جوزي بيعمل كده وكده وكده وكده، ده احنا ممكن نيجي كده نتكلم في موضوع انا انترستد قوي في الكابلز ثيرابي والريليشنز، هنتكلم فيه تاني وقت تاني. بس ده لو حصل مش هينفع نرجع نغير. رقم 1، انا مش هقدر ارجع امسح الباست، بس اقدر بي in the present right now. فالولاد ممكن يستخدم يقول شفتوا انتوا كنتوا بتعملوا كده وانا صغير، احنا غلطنا في حقك يا حبيبي، احنا اسفين، بس احنا بني ادمين وغلطنا واحنا يعني عاوزين نصلح الغلط دوت واحنا بنتعامل كده، بس مش هخليهم ان هما يستخدموا ليفرج عليا. ما يستخدموش ليفرج عليا انه يعني poor victim، يعني انت بهدلتني وانا صغير، كنت بتضرب مش عارف بايه، بالشبشب ولا ترمى عليا ايه اللي ترمى عليا. نو حصل. وكمان اكشلي في الموضوع دوت لما بنتكلم فيه في السايكايتري، هل سبانكينج از اوكي اور نوت مثلا، عشان مثلا في اهالي بيحسوا بذنب بعدين يقول لك انا كنت سبانكينج مش عارف ايه بالعربي، بس مثلا اللي هو الضرب الخفيف عشان اقول للواحد لا انت كده ما كانش صح، مثلا زي انت تضربه على ايده مثلا او كده، ها الخفيف لا مش خفيف بس المفروض يبقى خفيف. بس لو حصل ان هو الحاجات الخفيفه ده السايكايتري بتقول اتس اوكي، يور تيتشينج ذم هاو تو واتس نورمال واتس نوت از لونج از اتس وذين ريزن، ما بقاش فيها ابيوز. فما تحسش بالذنب، اللي حصل حصل، ربنا بيسامح. فلو ربنا بيسامحنا يبقى لازم ان احنا نسامح نفسنا برضو في الوقت دوت، بس يكون عندنا ايمان ويكون عندنا فعلا جديه في ان احنا نكون اتغيرنا. ما ينفعش ان احنا زي ما بقول لو الاب والام تعبانين وهما شايفين ان هو يعرف يصلح اولادهم هيبقى صعب. فانا هرجع تاني معلش برضو في النقطه دي، وهرجع اخد سؤالك، هرجع تاني اقول الصوم، هرجع اقول تاني الصلاه، واقول ربنا، لان هو ده العلاج. انا كدكتور بكتب ادويه كتير، عارف ادويتي بتشتغل كم مره كم بيرسنت؟ 50% او اقل من 50%. ايه ده، مين الدكتور اللي بيطلع كده يقول للناس انت ادويه بتاعتك مش بتشتغل قوي؟ بتشتغل، بس مش هي العلاج الكامل، مش هي العلاج كله، يعني في حاجات اقوى من كده، في حاجات جوه كده محتاجه تتشال، في زي الحشيش اللي محتاج يتشال كده من الارض محتاج يتعالج. احنا بس ممكن يشيله ممكن يطلع تاني، فاحنا ساعات ممكن ان احنا نستخدم ادويه معينه عشان نعملها، وده دواء ممكن يكون دواء علاج ميديكال، وبرضه دواء محتاجين دواء نفساني ودواء روحي، ده مهم. سؤال حضرتك. In high school they have just groups and they don't accept anyone even if they were born here. I have a problem with my daughter. She is high school. She cannot fit in any groups except the left or the left behind. And for me, like it's better for her to do not have friends, better than like to be with the bad group. I see. Okay. Fitting in. السؤال بتاع طنط إن هي بتسأل
دلوقتي انا لو انا عندي بنتي او ابني شايف ان هم they're not fitting in, دي مشكله برضو. فلازم كل حاجه تبقى ايه بالبالانس. فهو if she's not fitting in it can be one of many reasons. One, she's Christian and she believes that Jesus is the savior and he helps her, and she sees bad problems that happen at school and she doesn't want to partake of it. That's good. I'm talking not fitting about in the church, not fitting in with people in church. Yes. Yeah, that's a, that we can talk about this. This is more of a personal problem. We can talk about like one on one, بس يعني مش قادر اعمم قوي لان انا ما اعرفش الحاله, فمش عايز اقدر انا مش عايز ادي ادفايس لايف على حاجه معينه, فممكن نتكلم انا وحضرتك بعدها. بس اتفضل دكتور, انت كنت تقول حاجه. بس انا هتكلم عامه الفيتنج ان, بس عشان اعمل ادريس للنقطه ديت. فيتنج ان از فيري امبورتنت as long as the fitting in is healthy and normal and is under our supervision. So we need our kids to fit in a church, we need them to fit in school with the right morals and the right values that we taught them. If we taught them right morals and right values, no matter where they're at, they're going to stick their ground. عندنا اولادنا لما بيجوا عندهم ايمانهم ساعات اقوى من ايماننا كلنا. احنا عندنا ابانوب, قديس ابانوب كان عنده كم سنه وكان ايمانه قد ايه. فاحنا ما ينفعش عشان هم مراهقين بنقول ان هم لا يعلموا, ما عندهمش دين, ما عندهمش ايمان, ما عندهمش اي حاجه. ده بالعكس بقى, ممكن الايمان بيبقى اقوى كمان. اي سؤال تاني؟ تمام. انا هبص سريع كده لو في اي اسئله على اليوتيوب الناس سالتها, لو معانا الوقت ممكن نجاوبه. وقت ما ايه معانا الساعه دلوقتي 8:11 دقيقه, احنا دلوقتي واخدين ساعه وربع, داخلين كده ساعه وربع. خلص ربع ساعه ونخلص. اوكي, انا قدامي ربع ساعه فمش هقدر اجيب كل الاسئله. في اسئله حلوه هنا. اوكي, لا ده حد عايز يكلمني وان اون وان, فدي حاجه تانية. اوكي, اعمل ايه مع ابني وهو بيسهر طول الليل مع اللعب مع اصحابه وبينام بالنهار ومش عارفه اخليه راجل يتحمل مسؤوليه عنده 19 سنه؟ السؤال ده حلو قوي, انا ما لحقتش اتكلم عليه. بس النقطه ان فعلا النوم بتاع التينيجرز دوت بيتغير في الوقت دوت. انا نسيت اكلمكم في النقطه دي, كان الدكتور سمير طلب مني اكلمها, ان التينيجرز السليب سايكل بتاعتهم اساسا بتتغير. فعلا السليب سايكل بتاعتهم مش زي السليب سايكل بتاعتنا. ده جزء برضو من المخ بيحصل الافراز بتاع الميلاتونين لو تسمع عنه في الحته اسمها باينيل جلاند, دوت بيتغير في الوقت دوت. فاحنا ده عايز اطمن السؤال دوت ان هو ايه ده طبيعي النوم اللي بيختلف, اكسبكتنج ان هو هيتصلح, مع ان احنا نحاول ان احنا نعمل جود سليب هايجين, ان احنا نحاول يعني نقنعهم وان احنا نحاول على قد ما نقدر ان هم يظبطوا الجزء ده معاهم. السؤال ده صعب شويه بس انا هحاول وممكن انتوا تساعدوني فيه. Please mention how for a single mom to raise a son to be a great man in future, taking in consideration his young but his lived and witnessed a tough life and so smart, he's aware of everything. So just to answer your question, obviously it is difficult to raise a child who is you know, only mom is at home, but it's very much so possible. So I want to give you hope and continue doing whatever you are doing in order to bring him the values in his life. The other thing that I would like to suggest on this topic is to try to see ways for him to have male role models in his life. And that be in church if it's possible, even if in school, if there's a good teacher that's a really good model, because some of the teachers are Christian in our school or in our society that have good morals and good values. So we can also trust those if it's possible. But I would say that if your son is smart and everything is going okay, God bless you as a single mom to raise him, and I believe in you for you to be able to continue doing and trust that whatever you're doing is there, and ask for help if you need it for the resources that are around you. And I think that's it. Thank you so much for having me today. What is there? One? Oh yes, the book. Thank you. I will bring it right now. في كتاب حلو قوي انا بحبه لانه بيناقش مواضيع كتيره جميله في حكايه سن المراهقين. الكتاب دوت معمول بالانجلش بس اترجم بالعربي,
وممكن نشتريه من امازون مش غالي خالص، مثلا تقريبا باقل من $20 ممكن نشتري الكتاب دوت. فخليني اقول لكم اسمه واسم المؤلف بتاعه، وبعد كده هدي الميكروفون لابونا لو في اي اضافه يحب يقولها مع كده. الكتاب اسمه ايه؟ معلش انا عشان النت بطيء شويه. اوكي، الكتاب اسمه دليل علمي لرعايه المراهقين والشباب، دكتور فرانسيس جينسون. دليل علمي لرعايه المراهقين والشباب. الكتاب لو انتوا دورتوا على امازون او جوجل هتكتبوا دماغ المراهقين، دماغ المراهقين بس، لو كتبتوا كده هيطلع دكتور فرانسيس جينسون. الكتاب دوت دكتور مسيحي وبيتكلم من يعني بيستخدم الانجيل في برضه اسلوبه، هو دكتور سايكولوجيست بس انا بحبه لان هو يعني كتير قوي من الدكاتره اللي انا بتعلم منهم من الكنيسه بيقولوا على الكتاب دوت. المواضيع اللي بيتكلموا فيها دخول سنوات المراهقه، بناء الدماغ، تحت المهجر، ده كتاب حلو بالذات لو في حد جاي من مصر بقاله مثلا يعني مده مش كتير قوي، التعامل مع دماغ المراهق، النوم. فحضرتك السؤال اللي سالتيه عن النوم دوت ممكن هيبقى حلو قوي ان احنا نقرا فيه. المجاسفه، الحشيش، المخدرات، التوتر، الأمراض العقلية، الاختلافات الجندرية، الرياضة، وارتجاج الدماغ، والجريمة والعقاب. ف يعني I really recommend، زي ما قلت في جزء من الكلمة، ان احنا لازم نقرأ ونتعلم، نقرأ ونتعلم، وان احنا نجيب كتب مش ونسأل الكتب نجيب اكتر امتى ونقرأ ازاي، ونسأل ابونا لو يعرف الكتاب، وكتب روحيه وكتب علميه عن التينيجرز عشان ايه نقدر نساعدهم. سؤال تاني اتفضل. هو it's لو انتوا بصيتوا لما انا كنت بعمل comparison للnormal behavior والabnormal behavior، lying is in the abnormal behavior، بس يعني هو طبعا بحدود، لان هو زي ما قلنا ان هو بيبقى خايف مثلا. احنا ممكن نسال الاول ليه الكذب بيحصل، فاحنا مش هقول لك مش هقدر اجاوبك اقول نورمال او ابنورمال، دي اجابه مش هينفع اديها. ليه الكذب بيحصل، ادي واحد، وان احنا نناقشه بمحبه ونتكلم فيه، ما نحسسوش انت كذاب، يعني انت جيت كذبت عليا انت كذاب وغلط، ما ينفعش تتناول، ما ينفعش انت بقى الاسطوانه اللي بتشتغل دي، ما ينفعش تتناول، ما ينفعش تبقى روح الكنيسه، ما ينفعش تبقى شماس. صح، لو كذب نتناقش ونحاول نشوف ليه الجدر بتاع الكذب. هل شايف بابا وماما بيكذبوا على طول؟ يعني مامته مثلا تعمل حاجه بابا ومامته مش متفقين عليها ما يعملوهاش، فمامته تخبي على بابا. طب هو مهما انا عملت معاه هيفضل برضه يكذب لان شايف مامته بتكذب على بابا. صح، فنشوف سبب الكذب ايه ونحاول نناقشه بمحبه. Stealing is definitely an abnormal behavior. دوت مش هيبقى فيه يعني لسه أسهل شوية الإجابة فيه. Stealing is not a normal behavior. ولو بالذات بيحصل يعني هو في أمراض معينة عندنا في السايكايتري بتخلي الواحد يبقى عايز stealing. واحد it's not normal وده بيعملها عشان عاوز يستغل أو كده، دي واحد. اتنين، في مرض بيسموه كليبتومانيا. كليبتومانيا دوت إحساس إن هو محتاج ياخد أي حاجة وخلاص، ناخد صليب أبونا احطه في جيبي، اخد مش عارف قلم احطه في جيبه وكده، وبعد كده بيحس بذنب بعدها، فده مرض تاني. فاحنا دوت بيعتبر abnormal behavior. Stealing is abnormal behavior. With parents. Okay, so the question, so people didn't hear it on the broadcast, is how to deal with a kid that does not listen to his parents whatsoever. Well, that's a huge problem, and we need to discuss further again what's happening. Then in situations that, مش أنا مش عارف قوي. السؤال مش عارف أجاوب عليه لأن مش عارف إيه situation. هو مش listen to his مثلاً dad and listens to his mom, or doesn't listen to both of them. Does he have other role models? Are there any other problems in his life or her life? I don't know, so I can't really answer the question. But not, there's a lot of problems that are happening to lead him to get to a point that does not want to listen. But again, it falls into a little bit of the normal behavior شوية،
في ان هو بيكون شخصيته واثبات الشخصيه، فانا مش هسمع لك فحسب الاسلوب. فيعني ايه doesn't listen؟ يعني ايه يعني بدي له كوماند اعمل كده وما تعملش كده؟ ما هو مش هيسمع الكلام. from the question صح. فلو هو كده مثلا الاب والام ما تخرجش مع ده، فبرضه الاسلوب لا انا هخرج، فيبقى هو الاسلوب بدانا غلط ان احنا ايه ما تخرجش. هو المفروض لما ما يخرجش يبقى هو مش هيخرج صح. احنا قلنا القانون هيفضل القانون، قانون البيت بيقول الولد ده ما يخرجش مع المجموعه ديت المفروض ما يخرجش، بس الاسلوب اللي بنوصله ازاي بقى في حوار. ما انا يعني انا شفت حالات كتيره في حياتي وكله بيرجع تاني لعدم الحوار وعدم المحبه. انا مش عارف يعني انا اي سؤال هتساله لي هجاوبك بنفس الاجابه ديت، لان ده الوقت اللي انا وصلت له واللي قريته في كتب واللي اتكلمت فيه مع ناس كتيره، عدم الحوار وعدم المحبه. يعني هو الولد دلوقتي بيجي يقول ماما انا زميلي عندي عيد ميلاد تمام وانا عايز اروح لعيد ميلاد دوت، فانت تقول لا مفيش عيد ميلاد وسكتنا كده. طب ما الولد هيبقى مش هسمع كلامك لما تيجي تقول لي نظف اوضتك مش هنضف. طب انت قلت لا، طب تعالى نتكلم حبيبي. بص انا شايف ان احنا مش هينفع نروح عيد ميلاد ده، ممكن نتناقش ليه. حتى ما تخشلوش كده على طول، ممكن تخش له بطريقه ثانيه عشان بس ما تقفلوش مره واحده، لان احنا برضو نفسنا كادلتس بنحب المناقشه، فنحن نتناقش. يعني ايه مثلا الولد نقول له بص يا حبيبي انا عارف ان انت عايز تروح عيد الميلاد ده، بنعمل ايه فاليديشن. فاكر لما اتكلمت على موضوع الفاليديشن من شويه، انا عارف ان انت عايز تروح المكان دوت وده حاجه بالنسبه لك مهمه جدا، فانا حاسس بيك. نبدا بكده. انا ممكن اقول لك وجهه نظري، انا شايف ان المكان دوت مش مناسب ولا يليق لاسباب التاليه 1 2 3، وانت لو رحت في المكان دوت ممكن يحصل مشاكل. لا انت بتفهمش حاجه، انت مش عارف ايه ومش عارف ايه، بيقعد يخبط والكلام ده. بس حبيبي احنا زي اتفقنا ان قانون البيت بيقول ان احنا مش هنروح عيد ميلاد مع الشخص ده مثلا. ما ينفعش بقى نقول له ايه ما ينفعش تروح اعياد ميلاد وتفضل قاعد في البيت اليوم كله وطول حياتك وما فيش حركه وما فيش هنربطه. ما ينفعش. ينفع يبقى لازم كل حاجه بالعقل وبالهدوء. فان لما يحصل ان هو عايز يعمل حاجه احنا مش موافقين عليها او مش بيسمع الكلام، نشرح له ليه وننفذ القانون بتاع البيت، والاب والام يكونوا متفقين على هذا. ما ينفعش بابا يقول ما ينفعش تروح عيد الميلاد وماما تقول روح، ما ينفعش ماما تروح تقول لبابا ما تعديها بقى وعايز نفسه يروح عيد الميلاد عشان يشوف مش عارف سمانتا. يشوف سمانتا مين اللي يروح يشوف سمانتا؟ بابا قال لا، يكون اتفاق بين الاثنين. واللي هيحصل مناقشه ان الاب والام مختلفين ده وارد وبيحصل، يبقى ما تبقاش قدام الاولاد. ما ينفعش تبقى قدام الاب والام. اخر سؤال. انا معاك، انا ما ورياش حاجه. اتفضل. اوكي انا اتس نوت ديفلوبد. الاجابه برضو اجابه انا ممكن اتمنى ان اديك اجابه مختلفه، بس هرجع اقول برضو ده هو المسيح هو اللي علمنا البيشنس، هو شاف بيشنس كتير. فانا انا مش بدي وعظ، بس هو دي حقيقه. هي حبوب مهدئه. لو انت تعبان ومحتاج حبوب مهدئه ممكن تكلم الدكتور بتاعك، مش انت. انا بتكلم على اللي تعبان يعني، ما قصدتش دكتور سمير. ها لا شكرا. بس هو ده بس النقطه الحلوه اللي انت قلتها، ان لو الاب او الام نفسهم تعبانين نفسيا ما هم مش قادرين ياخدوا صبر، وما فيش حاجه في حياتهم غير اولادهم وهو ده تركيزهم كلهم، ومفروض يكون تركيزهم هو ده نمبر 1 برايورتي، بس لازم يعرفوا ازاي يكون في سبورت بالنسبه لهم عشان يقدروا يتعاملوا معاهم. فلازم يبقى في سبورت. الوقت دوت صعب، فان احنا نكون اتصال مع المدرسين، اتصال مع اهالي تانية بتمر بالحاجات زي كده، اتصال بالكنيسه، اتصال بالصوم والصلاه والتناول. اصل هو دوت العلاج، انا مش هديك حاجه تانية. ولو كل دوت يعني مهم، فما ينفعش نقول يعني دوت زائد. لو انت محتاج تروح للدكتور ممكن مش لازم تاخد ادويه برضو، ممكن تحتاج دكتور نفساني تتكلم في مواضيع انت مش قادر تتكلم فيها مثلا مع ابونا. المفروض ان ابونا تقدر تقول له كل حاجه، لان هو زي يعني زي دكتور نفساني. انا بقول ان الاسس تقريبا زي دكاتره نفسيه بالظبط، انهم بيسمعوا كل المشاكل اللي احنا بنسمعها برضو.
بس غير كده كمان عندهم قوة أعلى مننا كدكاترة إن هم ربنا على طول هو قاعد في الكنيسة معهم. فأنا طبعاً يعني أتمنى إن إحنا نستخدم دوت، مش عايز كل الناس بقى تقعد تتكلم أبونا دلوقتي تعمل اعترافات، بس طبعاً إن إحنا نستخدم الريسورس دي حاجة حلوة جداً عندنا في كنيستنا مش في كنائس تانية. تمام؟ شكراً يا دكتور سمير، شكراً يا أبونا أسنسيس كتير على وقت. طبعاً إحنا بنشكر الدكتور ممدوح لما حبيته وجه. And yani he stayed with us all this time and tackled a very important and very difficult subject in our life. ربنا يبارك لك ونشوفكم ان شاء الله بكره بالليل على الساعه 6:30. تصبحوا بخير.